عاد إلى البلاد اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد المرافق له قادما من العاصمة الأذرية باكو بعد أن اختتم زيارة رسمية لأذربيجان استغرقت 3 أيام. وكان في استقبال الغانم على أرض المطار وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ومراقب مجلس الأمة نايف المرداس العجمي وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري، وضم الوفد والمرافق للغانم النائبين دكتور محمد الحويلة ونصر الدوسري، إضافة إلى رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الدكتور عبدالله معتوق.